المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وافق على نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 252 درجة إلى 248 درجة لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول، وحرصا على مصالح الطلاب وحرصا على العملية التعليمية. قال محافظ كفر الشيخ أن الدولة بتعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشددا على أن يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.